حبيبتي بغيت نقول لك واحد الهضره. قولي صبري حبيبتي انا مزوكه فكي لما صبري. الحمد لله. راه البوليسي قال لينا انا والدريات غادي نخرجوا وانت غادي تبقاي. شفتك ساكته عمي ما كتهضرش. خساره تحتي من عيني. انت ما تستاهلش هاد. اش غندير؟ بخون ديسيزيون. اون ديسيزيون اللي غادي تبين فيها لكلشي بلي المعطاوي ما عندهم حتى شي علاقه بهذا الشيء اللي وقع. ولا ريبيتاسيون ديالنا تبقى انتاكت. يوسف وتوريا مالو غادي تخدموا معاك في نايت بلو؟ علاش على هذا الباشو؟ باش هين ما تعاودش تحط رجليها تما هذوك لابيت نواغ ديالها ولا كانوا معاك ما غاتعاودش تجي. هين طلبت الطلاق صح؟ اتفاقي الحمد لله لكن انا ما باغيش نتفارق معاها. مراد البحر كاينه كندا. مراد البحر كاين بزاف د الحاجات ماشي غير كندا. انا ما كرهتش ندخل ليهم نبقى غادا حتى شي نهار. غادي تغرقي؟ لا ما نغرقش ما نغرقش حيت غرقه ديجا ما نقدرش نموت جوج مرات. هين تمشي معايا لكندا؟ حماقيتي يا مهدي ما نقدر نمشي حتى لشي بلاصه دابا خصني نفك الحريره ديال امي وخصني نفك راسي من عمر. انا نتسناك حتى تقادي كلشي. علاش؟ حيت كنبغيك. اه كنبغيك يا هند ما نبقاش مخبيها في قلبي ما مشيتش على قبلك ولكن راه صعيب الحال مهدي. صعيب الحال يا هند انا بغيت ننساك حيت ما نقدرش. كتبغيني يا هند؟ فاش كيعملكم كنبغيك ولا لا؟ سمعتي كتبغي واحد المرا غارقه طايحه عليها الردم ما عرفاش باش بدات وما عرفاش باش غتسالي. انا حاسس بك يا هند كتبغيني ما بغاش تقوليها كما كنتيش كتبغيني ما نزعمش نقولها لك. انا مهدي ما عنديش الزهر ما عرفتش علاش ما تلقيتكش انت قبل من عمر. هند بلا ما نفكروا في شي حاجه اخرى المهم دابا وحنا بجوج نساو كل شيء. انا ما بغيتش نزيد نتعذب فراك. هند انا فكرت مزيان انا كنبغيك انت كتبغيني علاش نبقاو مخبيين هادشي عندنا؟ إلا سمحنا في هادشي غيجي واحد النهار وغندم. مهدي أنا ما عندي لا الوقت ولا الليل على هادشي اللي كتقول. ما يمكنش أنا ما نقدرش على هادشي دابا. أنا عارف كاين كتبغيني ومخبيها
فهاد الوقيته ما جايش معايا لا. هين فكري مزيان، الا كنا بجوج غنكونوا باغيين غننساو هاد المشاكل كامله اللي واقعه. انا راه المشاكل واصلين حتى لضماميتي وانا معاك، غنبقى معاك حتى تخرج خالتي حليمه وتطلقي من عمي. ما نظنش مهدي واش غتصبر معايا تيسالي هاد المشاكل كامله. غنصبر معاك حيت كنبغيك. ديما كنتي كنتفلا كنت كنقول ما عمرني غنبغي شي وحده حتى جيتي انتي عند كون غير تلاقيتك فشي ظروف حسن من هادي. الظروف حنا اللي كنديروها، ثقي فيا. جريه بن عياد ياك تيسا طون سي في اي مال غيديجي ولكن ماشي مشكل. قوليلي بغيتي خدمتي؟ ديجا درت ستاج. شنو درتي؟ ستاج. شنو قريتي بالضبط؟ قريت لا كونتابيليتي. فين ما حطيتوني نخدم، غير خصني شويه ديال الوقت باش نتادابطا مع لو سيستيم ديالكم. المهم راه وصلنا لك شي ناس، داكشي علاش نخدموك هنايا. ميرسي بوكو. بونجور شيري، سا فا؟ تري بيان، وانت؟ مزيان بخير. توريا بن عياد البنت اللي غادي تخدم معنا انا جديده. تقدري تسناي برا؟ شكون هادي؟ قلت لك البنت اللي تخدم معنا جديده. مع من تشاورتي؟ وصلتني عليها الباتول. دابا انت اي حاجه غادي تقولها لك الباتول غادي ديرها. شو نا با دو بيرسوناليتي والو. ماشي هكاك، الباتول خاصنا نعرفوا شنو تحت راسها. تاني نشوف هاد السي في. قرات الكونتابيليت. عمري بنيتي كي بغيتي. الحمد لله. كرة غنيتي لهم امي نشتيهم شوية. كرة كاع ما سخاو بيك. عرفت عليك بنيتي اليوم ما ان شاء الله غيحولك لبلاصه اخرى. حفره حفره بنيتي شتي غيديوني للوطيل خدمه تاع الباتول. غاديش نرتاح امي حتى نخرجك. خل نعرف نشد في بلاصتك. لاحظتك وين يجيك اللي مبردني الدريه تخرجوا اليوم. نحمد ربي ونشكره. حتى انت ما غادي تخرجي غير صبري. محامي راه داير اللي في جهته. سيدي عمر ما سول ما بان ما ركب. عمر امي كتهمو غير مصلحته ومصلحه عائلته بلا ما تقيد جبدي لي امي. ديرش ما تخافش، اللي دار هاد الفعله غادي يبان ضروري غادي يلقاو منين يشدوه. يموت لي موت ويعيش لي عيش. انا ما غاديش نتهنى امي حتى نخرجك من هنا. قولي لي خاصك شي حاجه. خاصني غسل لعبتك بنيتي. Thank you.
fashion magazine? What was it, a phone interview? Who is that? Are we doing a before and after piece? I don't know about. In the world of high fashion. There you are, Emily. Actually, it's Andy. My name is Andy. A million girls would kill for this job. Is there some reason that my coffee isn't here? Did she go to Rwanda for the beans or something? Where so much is at stake. I need 10 or 15 skirts. Good point! هربانة مهدي، هربانة. انت غادي تمشي وتخليني؟ كل واحد كيدير داكشي اللي كيريحو. عمي بيانسيغ، كل واحد كيدير داكشي اللي كيريحو. علاش انا ملي كنبغي ندير داكشي اللي كيريحني ما كيصدقش؟ كان داكشي غلط من الاول. واخا ولدي، فاش غلطت انا معايند خليتي على عمي في الوقت اللي كانت محتاجاك. كما كان الحال راه ما يمكنش تفوتها. هو كيف ما كان الحال عائلتي ما قدرش نفوتها. انا سميتي معطوي ومعطوي كانوا محتاجين ليا، والسميه ديال المعطوي كانت غتوسخ. شنو ندير يا مهدي؟ السميه عمي اللي كتهمك، واش ما كتهمكش شي حاجه واحده اخرى؟ كتهمني هند، كتهمني هند، كتهمني، ومستعد ندير على قبلها اي حاجه. نطلق كاع هاد المعطوي كاملين، تلقى المعطوين كاع. مهدي انت فين؟ انت مهدي كتسمع منك ياك؟ كتسمع منك عزيز عليها، انت عزيز عليها بزاف. كلها كلها عمي غلط، عمي غلط ومعترف بالخطا ديالو. كلها بغاك ترجعي، كلها ترجع. قالك من الشراب. مهدي مهدي طلق طلق، انا غادي نرتاح ملي ترجع مريم من هاد الدار. ندمت لي تزوجت بك وحملت منك، وانت جالس ليا مرتاح مع راسك. باش تديها فيا جالس تبع ليا بنت الشيخه. انت سببي في كل شيء. نهار دخلتي عليا باركة مسعودة وليت على اللور اللور. اش كتسمع خالتي اش كيقول؟ والله يهديكم، مالكم وليتو دايرين بحال المش مع الفرع كتناقرو؟ الهبيلة ودابا شكون اللي عندو في الدار، انت ولا هي؟ صافي هي راه مشات في حالاتها، وانتي ديري بحساب هاد البنية ولا وليد اللي غادي يتزاد. عاد صيت انا تتزوجت امي، بقيتو عليا تفرق مع هند، انا تزوجت بهادي. واسمع راسك قالك هادي، نسيتي ولا نفكرك؟ كنتي كتبوس الرجلين غير باش نشوف فيك، ودابا وليت هادي. ولا ولا وبنتي ماشي تا البوس الرجلين. والله يهديكم، شوفي امها باش تليت. الله يسر يا سيدي ربي، هي مشدوده في الحبس. يا ربي ما تشفيت فيها، حمدتك وشكرتك يا سيدي ربي اللي تحد ما جايب لي الشوهه بعدا. اش غندير بامها امي انا؟ انا راه بغيتها هي. بقيتو تعمروا لي في راسي، تفرق مع هند تفرق مع هند، ولادك غتطلع جدهم شيخه. هما ولادي جدهم استاذ، اشنو ربحت؟ نهار ما طالوا حنا مناقرين بحال كورتيه في قامره. حيت انت غدار وشلابي، ضحكتي عليا وضيعتيني معاك. دابا نتوما فاش عينيكم تقتلوني تصيفطوني للقبر بلا وقت؟ صافي امي انا عرفت شنو باغا. اختي ما تعرفي، ندمت على النهار اللي عرفتك فيه، وندمت على النهار اللي تفارقت فيه مع هند. كتقول لي هكا فوشي؟ واش هادي هضره يقولها المراه حامله؟ واش انت ما كتحس دوي؟ كتقول لي بلي كتبغيها وما كتبغينيش، شكون انت شكون؟ وعندها الحق وليدي، راه ما عتمرك هاد الايامات وليتي داخل خارج بلا عقل، وليتي مقلق، ما كتجلس معانا ما كتاكل ما والو، مالكش عندك. حتى داك يوسف امي مات، قتلتي انتي، انتي واختي، حرمتوني من البنت اللي باغي. ها اش وليت عايش دابا شتي على المشاكل؟ يلا دابا خلص يا امي، وقولي اختي تاهي تخلص وخلص ودي معكم تاهي. راكي حامله ما تفقسيش دابا، يرد بيه سيدي ربي. صافي صافي. هند
مهدي شنو هادشي؟ هند اسمي عافاك اسمي ليا مديما مدينة مهد بغيت نهضر معاك في ما كنهضرش معاك انت هو كنهضر مع مهدي اللي جابك حتى لهنا هند غير فهميني راه عمي مال عمك عمك راه عطاني بالظهر عمك خلى امي مليوحه في الحبس عمك ملي خرج من الدار ما قالش لي حتى بقى يبقى ساكت شنو غادي يبغي مني عمك كثر من هكا غلطت هند غلطت حيت ما وقفتش مع لاله اللي ما فاش تدات وغلطت حيت خليتك تمشي من الدار وغلطت في كل شيء هادشي عارف انني غلطت بغيتك دابا غير تسامحي لي غير تسامحي لي اللي جيت اللي بغيت ما غاديش نرجع لك عمر ما بقيتش بغيت نكون مونيكا بين يديك هادشي كله غادي يتبدل كله غادي يتبدل هادشي ما انا دابا عرفت انني كنبغيك كنبغيك انت هند ماشي مونيكا انا ما نقدرش نعيش بلا بك انا كنوعدك قدامك قدام مدينة كنوعدك هادشي كله غادي يتبدل حتى حاجه من هادشي غادي تبقى شنو بان لك مهدي فهادشي انت شنو بان لك مهدي فهادشي عمر انا ما غاديش نرجع لك وما نقدرش نسامحك على داكشي اللي درتي فيا كامل حاولي تنسى كما انا كنحاول ننسى لما كنت دات كنحاول ننسى المشاكل اللي داروا لينا كنحاول ننسى الصداع كنحاول ننسى المعطاوي كلهم كنحاول ننسى المعطاوي كاملين انت قلتي يا عمر غير كتحاول كل ما عمرك ما رزق قدرت تنسى عمرك ما رزق قدرت تفك من سميتك عرفتي علاش حيت انت هو سميتك انت هو المعطاوي يا ولكن كنحاول هين كنحاول وين عمي راه نتمشى نتمشى وفي هنا شنو باغي؟ بغيت نقول لك شكرا شكرا بزاف هند ما بقى عندي ما نعطيك يا يوسف سير فحالك هند بغيت نقول لك شكرا حيت خدمتي اختي توريا سي حميد راجل بنت المعطاوي قال لي انت اللي وصلتيه باش تخدم ما بقيت بغيت نسمع والو على سميت المعطاوي عافاك سير عندي ما يدار هند بغيت نطلب منك السماحه على حاجه اخرى سمحي لي حيت خليتك ولأي حاجة درتها لك ندمت عليك بزاف نسينا ديك الهضرة يا يوسف انت دابا مجوج تبارك الله بغيت زاد عندي ولد ولكن عمرني عشت الراحة عرفتي علاش حيت ملي كتجوج بشي واحد ما كتبغيش كتعيشها معذبة وكتعذبو معاك انت اللي درتي على راسك صبر وعطي شوية ديال القيمة لراسك الا ماشي على قبلك على قبل ولدك راه ما بقيتش قادة هند راك نحس من دابا بحال كتاكلني من رجليت الراسي هند راك نحس براسي ما بقيتش كنحس براسي يا هند فهمي مشى الحال يوسف على هاد الهضره هند انا نمشي نطلق ايمان ونرجع انا وياك ما يمكنش نقتلو هادشي داز بيناتنا عافاك ما تبقاش تتصل بيا يوسف بعد مني هند راه باقي الحال هند عافاك هند 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 اسمعي لي هند 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 راه نهضر معاك راه باقي الحال هند هند علاش كتعذبي راسك وتعذبيني معاك هند لالا جميلة لالا جميلة كي دايرة لاباس لاباس الحمد لله
سمحي لي كندوي معاك واخا ما كتعرفينيش. يا سيدي ما كنعرفكش. انا انور المحامي ديال حليمه. هي يا سيدي كي داير لاباس؟ عمر كاين شي اخبار؟ اش غنقول لك، القضيه عندها صعيبه، ولكن انا غندير المجهود ديالي باش نلقى لها ظروف التخفيف ما يفوتوش لها عامي. انا مزوقه فيك سيدي لما دير جهدك، ولكن ابقى فيا سي عمر وهند. الله يا سيدي يا ربي الله فيك مخبي لك صاحبتي هادشي. وسي عمر اش كيقول؟ ما عنده ما يقول، حتى حد ما كاين فوق القانون. واش ما كاينش شي حل اخر؟ هو ديما كاين الحل. وشنا هو؟ هو لا لقيت شي واحد يهز القضيه في بلاصه. شحال قلتي لي الحبس؟ ما تفوتش عامي. انا ندوزو بلاصه. متأكدة؟ اه. عرفتي اللي درتي هاد القضية غتخرجي غتلقي فلوس صحيحة. شتوما كلشي عندكم فلوس 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 فلوس، حق الصحبة والعشرة والشهرة ما عندكمش. هاديك راه حليمة عباد الله صاحبتي وعشرة عمري، ربت معايا بنتي، عشت مع الحلوة والحارة، عامين في عمري جمع فواليها. سير دير خدمتك، وقت ما بغيتيني كتعرف فين تلقاني. مدرستي أنور. أنشط لي يا سي عمر، راه الامور دازت على احسن ما يرام. تبارك الله عليك، كنت عارف غادي تلقى لي حل. راني شفت ديك صاحبتها اللي معاها في الدار باش هي اللي تهز القضيه في بلاصتها، ونعطيوها شي حصيصه مسكينه باش ملي تدوز عامين ديال الحبس تخرج تلقى باش تعيش. مزيان مزيان، ماشي هذا الحل اللي كنقلب عليه، ولكن غادي يهني كل شيء الا مول هذه الفعله. هو اللي غادي يبقى يدور بخير وعلى خير. وتخرج حليمة بعدا من الحبس، نرجع أنا مراتي ونفكروا في هادشي من بعد. الله يهنيك أنور، شكرا بزاف. بسلامة سي عمر. شكرا. هين عفاك، عندي لك خبر زوين. ما بغيت منك والو عمر، ما عندي ما يتكل انا وياك. هند واخا انا عرفت راسي غلطت في حقك وفي حق لاله حليمه، كان خصني نوقف معاكم في واحد الوقت اللي كنتو محتاجين ليا فيه وصلحت الغلط ديالي. سي تخطا عمر، حتى شي حاجه ما تخطا. لاله حليمه غتخرج من الحبس وفي اقرب وقت ممكن. شدو الشيفور. لا انور محمد اتفق مع جميله باش تعرف بلي هي اللي دارت داكشي، ودخل وتخرج لاله حليمه. بين ما لقينا حل، غير بين ما لقينا حل. تبغى تخرج امي من الحبس وغادي تدخل في بلاصتها جميله. جميله امي راه بحال الخواتها تاع عمر. علاش جميله شنو دارت مسكينه باش تدخل الحبس على قبل السميه ديال عائلتك بسم بالباتول؟ حتى جميله غادي نخرجوها، كوني هانيه غير شويه الوقت. انا درت هادشي على قبل ماماك وعلى قبلك انت. ماتكذبش عليا عمر، هادشي ما درتيهش على قبلي. انت اي حاجه كديرها في حياتك يا اما كديرها على قبل مرتك اللي ماتت، يا اما كديرها على قبل السميه ديال عائلتك. هين دافك، اسمعي لي انا غنشرح لك اللي بيناتنا سلاه عمر. ها
عاونيني هاد البهتول، عاونوني هضر معاها صيفط ليها شي واحد ما عرفتش ديرو شي حاجه، ما بغيتش نخسرها، ما بغيتهاش تمشي. واخا عمري بشويه عليك وغادي نلقاو الحل. ما كاينش حل للمجهول، ما كاينش حل. ما خليت ما درت، خرجت لها امها من الحبس ووالو، ما كاينش حل. لا شنو ندير؟ مع راسك عمر، واش راسك ولاتي؟ بالعكس انا الا سمعتي مني خليها تمشي. شحال ما بقات قريبه منك شحال ما كتحكى عليك الدبره وتفكرك في مريم، كتزيد غير ضرك. واش انت معايا ولا ضدي؟ معايا ولا ضدي البتول؟ واش ما كاينش شي واحد في الدار هز لي الهم؟ ما كاينش شي واحد بقيت فيه من غير مهدي اللي هزني داني عندها؟ غلط مهدي، غلط. ما كانش خصو يديك عندها، وما تغلطش اكثر منه عمر. انت مول العقل، شنو غدير راسك في براش؟ حنايا اللي عارفين، حنايا اللي عارفين علاش بغيتيها. عمر شو توجور الا غادي تبرا، هادشي كله غادي يدوز. كيما بريتي من مريم غادي تبرا حتى من هند. انا معاك صافي. ما نطلقش وغادي ترجع. نبغي طريطرة، ما نطلقش. واخا عمر جست كان طول ونشوف شنو نديرو. انا كان ما نطلقش. نهضر مع حتى واحد. انا ماشي شي واحد، انا مامك. ومنين بغي نهضر معاك كتسمع ليا وبلا قله الادب. انت اللي نفرتيني منك، محال واش عندك القلب كتبغي تضحي بكلشي باش تبردي السم اللي فيك. انت ما كتسمعش الهضره، كون كنتي كتسمع لماماك كون رزنا القدام شحال هادي انا وياك. ورطتيني، ما حلتي الهند، ما حلتي لامي اللي كيموت عليها. ماشي انا، انت ولدي اللي مكلخ وكتعطل بزاف حيت كون عاونتيها تطلق وهربتي انت وياها للجيحة اللي تضربكم. ما غاديش تشوف عمك كيبكي بحال شي دري صغير حيدو له الهايا. انا غنمشي بحالي من هاد الدار ونخليها لكم كامله بمشاكلها. عندك فين تزيد؟ غتبقى هنا وبزز منك حتى تسالي داكشي اللي بديتي. مازال باغا تشوفني كنتعذب كنتحرق، مبقيتش كنقدر نشوف فين ولا في عمي. هاد الدري صغير، دري صغير وماشي راجل. انا ما ولدتش الرجال، بغيت نشوفك مره واحده راجل في حياتك، مره واحده راجل. وبزز منك وما تستاهلينيش نكون ولدك. يلا برا 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 برا. شوف العائلة كتشتت قدام عيني وانا ما خبر ندير والو.
عندك الحق خالتي، من نهار مشات هاد من هاد الدار كلشي تلف. هاديك بنت الشيخة هي سبب لفات لفتنا كاملين. مهتي مسكينة سلام كسر من القياس. حسنا فهي اشتالو اشلغي باش يبقى معنا فهاد الشطة. نسيمة انتي كتبغي مهدي ياك؟ لا خالتي، شكون قال لك هاد الهضرة؟ لا بابا قالها لي شحال هادي، بجوج بينا عارفين باباك شحال هادي كان ضد الفكرة، حيت بالنسبة لي لو مهدي باقي صغير بعقلو، ولكن دابا الأمور تبدلات ياك. خالتي أنا كنبغيه، ولكن عمري لقيت لوكازيون باش نقولها ليه. سي لو بون مومون، إلا بغيتي أنا نقنع باباك باش يجي وشكم، ولكن انت غتكلفي بمهدي. وصل له الفكره بطريقتك، ما نخافش عليك. بصح خالتي غادي يكون احسن نهار في حياتي هو نكون مع مهدي، ولكن كيفاش غادي نوصلها ليه؟ انت صغيره وزوينه، تقربي منه، مهدي راه راجل، الا عرفتي ليه غيولي يشوف العيالات كلهم فيك وما يشوف حتى واحد من غيرك. الصراحة تما موتيفي بزاف بهضرتك، ولكن خاصك تعاونيني في مهدي. وفابا على حسابك ياك؟ هضرة واحدة. يلا سيري. ميدو صباح الخير. صباح الخير. مالك ما نعستيش؟ كان فيق بالليل والمشكل حتى بالنهار كان بقى فايق. مهدي راه حتى هادشي كيخرج عليك، عارف راسك كتهلك صحتك ياك وانت باقي صغير. صغير على اش؟ على السواج مثلا. علاش مبغيتيش تزوج؟ نتزوج ندير وليدات غندخل مع السبعة د العشية، داكشي اللي بقى ليا النيت. بوركوا با، ملي كيكون زوج مع وحدة كتبغيها كيكون زوين، ماشي بحال اللي قلتي. مع اللي كنبغي. صعيب أنا سيما. مهدي وأنا؟ مالك أنت؟ أنا كنبغيك.